هل يجوز اجتماع الناس في المسجد لعقد قران، مع العلم أن بعض الناس يفضلون المساجد التي بها أضرحة من باب البركة؟ روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. قال الترمذي: حديث حسن، وضعفه البيهقي. عقد النكاح بالمسجد مظهر من مظاهر إعلانه، وكذلك ضرب الدف عليه، وذلك أمر مشروع، وأقل درجاته أنه مباح وقيل سنة، وكل هذا إذا لم يترتب على عقده بالمسجد أمر محظور كإخلاله بحرمة المسجد، أو التشويش على المصلين، أو حضور إنسان جنب، أو امرأة حائض، أو إخلال بالآداب الاجتماعية كاختلاط الجنسين، أو كشف ما يجب ستره، أو غناء مثير، أو غير ذلك. وتستوي كل المساجد في هذا الحكم، لا فضل لأحدها على الآخر، ولا شأن لمن دفن فيها أو قريبا منها في مباركة هذا العقد. الأمر يدور على الإشهار والإعلان في الأماكن التي يكثر فيها اجتماع الناس، وكانت المساجد إذ ذاك هي أحسن فرصة لذلك، والله أعلم.